هذا كان محصول اليوم. شايفين الجزر صغير كثير وما طلع كثير بطاطا، بس بندورة كثير طلع. انا قطفتهم اصلا هني وخضر لانه هلا تاخر الوقت بالسنه ورح يجي الجليد قريبا، فقررت اعمل فيهم هيدول مخلل. اذا بتحبوا فرجيكم كيف الطريقه، انا ما بعرف صراحه كيف، فبدي اشوف، بدي اسال اصحابي عن طريقه وبعدين بدي اسويها. اذا بتحبوا فرجيكم او نسويها سوا خبروني. نحن صرنا بالرابع اسبوع بتحدي خساره الوزن مع الكيتو والصيام المتقطع، فما بعرف، بس انا هالاسبوع بالذات حاسه بتعب اكثر من الاسابيع القديمه. ما بعرف انتوا اللي بلش معي بالتحدي كيف حاسين؟ خلينا نخبر بعض ونشوف هل هي انا بسبب الجو، لانه هلا صار شوي برد. نحن صرنا باكتوبر فالبرد بلش، ويمكن هذا مأثر على جسمي فلازم اخذ شوية فيتامينات. anyway لي كم يوم كتير 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 عم يطلع على بالي الحلو، فقلت اليوم بالفيديو بساوي فرجيكم طريقتين للكوكيز، كتير كتير سهلين وكتير طيبين، انا مجربتهم من قبل فان شاء الله يعجبوكم. سو اول وصفة رح تكون بطحين اللوز مع قطع الشوكولا، وتاني وصفة ما حيكون فيها طحين بالمرة، رح تكون بالافوكادو. يمكن تتعجبوا انه بالافوكادو، بس كتير كتير لذيذة وما بتحسوا بالافوكادو بالمرة بقلب الكوكيز. anyway خلينا نبلش. اوكي، اول شغلة بدنا اياها هي افوكادو، وبدنا اياها كتير مستوية، يعني اول ما بتدقروها بتحسوها مستوية لانه بدنا نطحنها، فلازم تكون سهلة للطحن. اوكي، وبدنا ميزان لانه بدنا 100 جرام من الافوكادو، فانا رح قصها اللي عندي كم يوم فهي كتير مستوية، شايفين؟ ورح حط مشان قيسها. اوكي، فخلينا نشوف قد ايه رح يطلعوا. اوكي، انا هيدي منا كبيرة كتير، بس اذا اكبر انتبهوا للقياسات.
اوكي هدول 100 جرام ملعقة رح اطفيها. هلا بدنا نطحنهم. ممكن تستخدموا الشوكة لتطحنوهم، بس انا عندي هاي فرح استخدم هيدي لانها اسهل مشان ما تاخد وقت كتير. هي anyway انا الافوكادو اللي عندي كتير مستوية فمنا محتاجة كتير شغل. هلا بدنا نزيد بيضة واحدة. خلطهم كتير منيح مع بعض. انا اوريدي عم حمي الفرن فانتو حموه، انا عم حميه على 350 بس انتو حطوه على اقصى شي عندكم. بدنا سكر، فانا تستخدموا اي نوع محلي بدكم اياه، فانا رح احط 3 معالق لانه الشوكولاته اللي بدي استخدمه ما في سكر ف شوي رح يكون مر. بس اذا انتو نوع الشوكولاته اللي جايبينه 70% يعني او في شويه سكر حطوا بس معلقتين. اوكي هلا بدنا، عندي انا كوكونات هيدا ربع فنجان، بس هيدا اختياري اذا بدكم ما تحطوه بس انا بحط طعمته فرح زيد الكوكونات. خلطهم كتير منيح. بدي احط 3 معالق من الكوكو الكاكاو. خلطها كتير منيح. انتبهوا شوي لانه الكاكاو بيطرطش الدنيا وهو عم يتحرك. شايفين كيف؟ هلا بدنا نحط شوية فانيليا معلقة صغيرة. بدنا نزيد ملعقة صغيرة كمان من البيكنج باودر. نخلطهم كتير منيح. وهلا آخر شغلة، أنا عندي على الكاميرا لفرجيكم، اشتريت هدول الأورجانيك شوكليت باتنز ما فيهم سكر بالمرة، فرح حط شوي، حط هالقد تقريبا بقلبهم وخلطهم. انتو اذا بتحبوا ممكن لما تعملوا الكوكي دو ترشون من فوق، بس لانه هول شوي كبار انا اللي عندي بحطهم بقلبها بيكون احسن. اوكي الخطوة الاخيرة بدنا رشة ملح صغيرة بس لان تعطيها نكهة حلوة. اوكي هلا بهاي المعلقه، هذه الكوكي خصوصي للكوكي، هذه المعلقه او للايس كريم، عن جد اللي ما عنده اياها لازم يجيبها لانه كثير بتساعد. وبناخذ شوي بنحطها هيك، شايفين؟ شايفين طلعوا 6. هلا مثل ما هن ممكن انتم تحاولوا تنزلوهم بايدكم لتحت، بس ممكن بس هن رح يسوحوا anyway فما في داعي لانه شوي ستيكي هن، فرح احطهم هلا بالفرن لمده 12 دقيقه وبعدين طلعهم وبشوف كيف صاروا. هلا لتاني نوع من الكوكيز بدنا 3 ارباع كبايه من طحين اللوز.
بنحطه هون. بدنا هلا معلقتين كبار سكر، بدنا نص معلقة بيكنج سودا كربونات سودا، بدنا نص معلقة بيكنج باودر، هلا بدنا نخلطهم سوا هني وناشفين لحتى نتأكد انه ما في بقلبهم فقاقيع او بابوز. نزيد بيضة وحدة مخفوقة اوريدي، نزيدها لهون، وعندي ملعقتين من الكوكونات اويل من زيت الكوكونات مدوبين، كمان بنزيدهم. بدنا ملعقة من الفانيلا، هذه نص ملعقة فححط اثنين، وبدنا نحط تشوكليت تشيبس هلا. حطوا قد ما بدكم ونخلطهم كلهم سوا، والتشوكليت تشيبس اصغر بيكون احسن، بس انا ما لقيت اصغر بدون سكر. بس كنت بدي لكم اذا ما متوفر عندكم الشوكولا بدون سكر ممكن تستخدموا شوكولا من 70% وطالع، يعني ال 85% وال 90 بيرفكت لها، بس ما تنسوا هيدي بقلبها شوية سكر. فاذا بدكم تستخدموا من هيدي لازم يكون مش اكتر من قطعتين مثل هول، اوكي؟ ممكن تكسرون على الحجم اللي بدكم اياها وتزيدون على الكوكيز تبعولكم. انا هلا طلعت هول من الفرن، مثل ما شايفين مدوا شوي على بعض لانه بقلبهم زيت الكوكونات، بس طعمتهم رح تكون روعه. واذا بتدقروهم هيك باصبعكم بتشوفوا انه بعدهم طرايا، بس ما تهتموا كثير للموضوع لانه بيقسوا هن بعدين. بس اذا حابين شكلهم يكون مرتب اكثر من هيك ممكن تحطون بقوالب المافن اللي مش كتير غميقه، كمان بيمشي الحال. بس انا بالنسبه لي رح يكون المهم الطعم مش الشكل، فرح احطهم هلا على جنب وخليهم ليبردوا شوي ويقسوا.